مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. اتفاق سوري عماني على تطوير التعاون بمجال الطاقة. بالتعاون مع الجهات المختصة تموين ريف دمشق تضبط صهريجا يسرق المازوت عبر دارات كهربائية. أهلا بكم. بحث المهندس بسام تعمى وزير النفط والثروة المعدنية مع وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان الدكتور محمد بن حمد الرميحي آفاق التعاون الممكنة بين البلدين الشقيقين وكيفية تطويرها في مجالات الطاقة. واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى صباح اليوم عبر الفيديو على تبادل الخبرات والزيارات الاطلاعية والتدريبية بين البلدين وتدريب العاملين في وزارة النفط السورية لدى الجانب العماني لتلافي النقص في الأيدي العاملة الخبيرة نتيجة الأزمة. كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل عبر الفيديو بين الخبراء في الطاقات المتجددة من البلدين لمناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرة في هذا المجال، وذلك بالنظر إلى الخبرة والتجربة العمانية المتطورة في مجال الطاقات المتجددة. هذا وعبر الوزير العماني عن رغبة بلاده الصادقة في التعاون مع سوريا في مجال الطاقة. بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع وفد يضم ممثلين من شركات إيرانية عدة سبل التعاون في قطاعات النقل الجوي والبري. الوزير خزيم بيّن أهمية التعاون بين البلدين لتجاوز الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وضرورة تأطير التعاون في قطاع النقل الجوي والبري ضمن صيغ قانونية ودراستها من قبل لجان مختصة في كل قطاع. بدوره استعرض الوفد الإيراني إمكانية إحداث شركات طيران مشتركة وتقديم الدعم لمشاريع صيانة الطرق وتأهيلها والاستثمار في إنشاء وشق وطرق وجسور جديدة في سوريا. بعد تتبع وملاحقة دقيقة تمكنت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق من ضبط صهريج آخر في مدينة التل بعد أقل من 24 ساعة على ضبط أول صهريج يغش بوجود دارة تحكم عن بعد أثناء عملية التعبئة للمواطنين. وبين سائر سليمان شيحة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أنه بعد ضبط الصهريج الأول بالأمس تم التركيز على معرفة من يصنع ويركب ويستخدم هذه الدارات بعد أن انتقلت من محطات الوقود إلى صهاريج توزيع مازوت التدفئة، وتم جمع معلومات متكاملة حول أسماء كثيرة ستقوم عناصر حماية المستهلك بملاحقتها وضبطها. بيّن معاون مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس ظافر عساف أن عملية جني محصول البطاطا للعروة الخريفية والتي بدأت منذ منتصف الشهر الماضي أسهمت في توفر المادة وخفض سعرها في السوق، مشيرا إلى أن تقديرات الإنتاج تصل إلى نحو 127 ألف طن في مختلف مناطق زراعتها، وهي تغطي الاحتياجات المحلية حتى شهر آذار من العام المقبل. وأوضح عساف أن المساحة المزروعة بالبطاطا للعروة الخريفية بلغت نحو 7200 هكتار، وبنسبة تنفيذ 53% توزعت بشكل أساسي على محافظة حلب بمساحة تقدر بنحو 2800 هكتار بنسبة تنفيذ 63%، وفي حماة أكثر من 1800 هكتار بنسبة تنفيذ 59%، وفي حمص 1149 هكتارا وبنسبة تنفيذ 81%، وتوزعت المساحات الباقية على محافظات درعا وإدلب ومنطقة الغاب. أكد المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس أهمية وضع جدول زمني محدد لإنجاز مشاريع المناطق الصناعية والحرفية التي تم البدء بأعمال تجهيزها، إضافة إلى البدء بتنفيذ الخطة الموضوعة لإنشاء مناطق حرفية في البلدات والتي يمكن أن تسهم في إقامة آلاف الحرف والصناعات ضمن الشروط المناسبة. وكشف علي عن تنفيذ 25 منشأة حرفية وصناعية ووضعها
حيز الإنتاج خلال الشهر الماضي برأس مال بلغ نحو 300 مليون ليرة، شغلت 66 عاملا توزعت في معظم القطاعات وشملت صناعة الأسمدة السائلة والمخصبات الزراعية وصناعة مواد التجميل والصابون ومستودعات الخزن والتبريد والأعلاف والحلويات والإنشاءات المعدنية وغيرها. أنهت شركة زيوت حما كل تحضيراتها لاستقبال موسم عصر البذور الجديد بإجراء عمليات صيانة لأقسام المعاصر والحلاقات والمرجل البخاري، وذلك بعد التوقف عن العمل منذ أيلول الماضي بسبب نفاذ مادة بذور القطن. وكشف المهندس عبد المجيد قلفة المدير العام للشركة عن البدء بفك ونقل وتركيب وتشغيل غرابيل وهراسات من معمل عين التل في محافظة حلب إلى شركة الزيوت بحماه وإجراء العمر اللازم لتشغيلها، فضلا عن البدء بتنفيذ أعمال مشروع مبادل شاردي بتكلفة 25 مليون ليرة. ولفت قلفة إلى أن مبيعات الشركة بلغت خلال الأشهر 11 الماضية من العام الحالي 3 مليارات و500 مليون، مبينا أن المبيعات شملت 218 طن زيت قطن وأكثر من 2700 كسبة لصالح مؤسسة الأعلاف و18 طن صابون. أخبارنا الاقتصادية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك.